كريم. واو كمان واحد. واو نفسي ايه تمام كده هاكل اهم حاجة عندي. انا عاوز حاجات كتير. في حاجة نسيها. كحك العيد ما راح اجيبه صح. ايه ده؟ هو انا مش كنت جايبة ايس كريم؟ فين الايس كريم؟ يلا يلا عشان ناكل. ايه ده؟ وانا عندي زهايمن ولا ايه؟ نسيت المعلقه ما راح اجيبها. كان في ايس كريم ومش لقيتها، وكان في علبتين من دول ما لقيتش غير علبه واحده. مين خد العلبه الثانيه؟ امسك حرامي. ها شفتكم مش يبقى يعني اي حاجه ما اخدش بقى. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايكات جميله كده زيكم وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويلا سلام، استنونا فيديو جديد. باي باي.